مرحبا بكم. هذا الفيديو ترويج طبعا، وسنقوم بشرح لكم هذه الأشياء. هنا لديكم البيتكوين لانشينج ديت اند برايس. كما ترون، أول ظهور للبلوكشين بيتكوين كان بصفر دولار هنا كما ترون. وإذا ذهبنا إلى سعر البيتكوين هنا في هذا التاريخ، كان ب 327 يوم 20 نوفمبر 2015، ويعني لمن تمكن من شرائه في ذلك الوقت وباع هنا في التوب. هنا كان سعره في 12 نوفمبر 2021 64400، فرق كبير مع هذا السعر هنا، وربح كبير أيضا. ولكن توجد هنا عملة الترون فيها فرصة كبيرة. إذا ذهبنا إلى هذا التاريخ مثلا، كانت هنا ب 0.097 كما ترون. هنا 13 مارس 2020 الترون لديها أيضا فرصة كبيرة وكبيرة جدا على أن ترتفع مثل ارتفاعات البيتكوين. هي الآن في خسارة منذ صدورها. هنا لديكم هذا الموقع tronmillionaire.com tronTRXmillion.com، هذا هو اسم الموقع. فئة توتال بالانس يعطيك 1200 TRX، ويمكن الربح من خلاله كما ترون. يعطيك في التوتال بالانس هنا، ولديهم العديد والعديد من الخطط. طبعا هذا ترويج للموقع فقط لا غير. وإذا كما ترون هنا الترون كولد مايننج شارت، هنا التي ار اكس بالانس والبروفيت ريت. من هنا تحصلون على 7.5% يوميا، وبين هذا المبلغ تحصلون على 8%، وهنا 9%، وهنا أيضا 10%، ولهذا المبلغ مليون، حتى هذا المبلغ 15% يوميا. وإذا حصلتم هذه الأرباح وبعتم هنا بهذا السعر 0.6، يمكنكم تحقيق أرباح كبيرة وكبيرة جدا هنا في 16 أبريل 2021، يمكن أن تصلها لها مجددا العملة أيضا. إذا هنا طريقة تأليتها، ديبوزيت من هنا، تختارون هنا مايننج أكاونت هنا في هذه، يمكنكم عمل ريشارج هنا أو الانفستمنت اكاونت هنا المايننج اكاونت، تحصلون على الرابط وتقومون بالإيداع بهذه البساطة. إذا وهنا عندكم المايننج كما ترون 7.5 كولد مايننج از وركينج، وهنا المايننج بروفيت كل 24 ساعة تظهر لكم من هنا. يمكنكم عمل فيو اول من هنا وعمل كوليكت ليست في الليست المايننج من هنا أيضا، يمكنكم عملها من هنا. إذا وهنا أيضا لديكم الإحالات، بعد أن تقوموا بالإحالات تحصلون على الإحالة الأولى 1.7%، والإحالة الثانية هنا 4%، والإحالة الثالثة 1%، تحصلون عليها هكذا. إذا كل هذه تظهر لكم هنا في الريورد أكاونت من هنا، تظهر لكم هنا ويمكن سحبها بشكل مباشر. هنا كما قلنا لكم الإحالات تظهر هنا في الريورد. إذا هذه هي الاستراتيجية، وهذا الشرح الذي كنا نقول لكم عنه. يمكنكم الاستثمار والاشتغال على الموقع للربح منه أيضا. إذا ترون مليونير كما يقولون لكم من هنا. إذا كان هذا ما عندنا في هذا الفيديو.